على التمرين الثانية. واحد إلى الخلف. هيا انهض انهض. ما الذي فعل ذلك؟ غريب، لا يوجد أحد. من الذي ضربك؟ هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، ولكن من الذي ضربني يا ترى؟ انظري يا ماما، ما أجمل هذه الورود. هذا لأنك تعتنين بها يا عزيزتي. أخ، ماذا حدث؟ أصبت بهذه على رأسي. أوه، من الذي فعل ذلك؟ لابد أن يكون هو. لماذا ضربت لالا بالجوزة؟ يا له من ولد شرير، لم أرى هذا الصبي من قبل. يا ترى ابن من؟ ابن من؟ سنجاب صغير؟ نعم، ضربني بالجوز وهرب، وهو الذي ضربك بالتأكيد. حسن، سألقنه درسا حالما أراه. انتظر انتظر. سألحقني. توقف سأمسك بك. توقف لا تدعه يهرب يا سنان. يهرب مني. استطيع ان اتسلق الاشجار ايضا. والآن أريد أن أعرف لماذا ترمي الجوز علينا. دعني أذهب، دعني أذهب. لن أدعك. دعني أذهب، مفهوم؟ اعتذر أولا. لماذا لا تريد أن تعتذر؟ هذا يكفي يا سنان، يكفي. كلا، لن أتركه ما لم يعتذر. اعتذر. لماذا لا تريد أن تعتذر؟ لن أعتذر أبدا ولن أتركك أبدا. أرجوك سنان، دعه يذهب. لا لا، إنه وقح. كلا، لست وقحا، واسمي بدرون ولن أعتذر. إيه أنت، كفاك تعذيبا له. أنا لم أعذبه يا شرشور. طبعا لم نعذب، هذا الصغير كان يرمي الجوز علينا، والآن نطلب منه أن يعتذر. هذا كذب، أنا لم أرمي الجوز على أحد، لقد عذبني. أرجوك ساعدني. سنان دعه يذهب. يجب أن تتعلم الأدب ولا ترمي الناس بالجوز ثانية، هل فهمت؟ الجميع يضربني لأني يتيم ولا أحد يدافع عني. لا تبكي، لن أدع أحدا يؤذيك بعد اليوم، هل فهمت؟ ليس لدي والدان، أنا وحيد في هذه الدنيا. مسكي، هل توافق أن تأتي معي أيها الصغير؟ حسن، اتبعني. حسن. مسكين، أعتقد بأننا أخطأنا، ما رأيك يا لالا؟ نعم، أعتقد ذلك يا سنان، ولكن شرشور استغل ذلك. أنا أفهم وضع بدران، إنه يفعل ذلك لأنه يتيم والجميع يقسو عليه يا لالا. هذا ممكن جدا. من هذا؟ من يكون هذا؟ سيكون من أتباعي. هل سمعت ذلك؟ لدى شرشور أتباع. هذا صحيح صحيح. بدران، دلكني رجلي. حسن. كيف استطعت تدريبه؟ لقد أصبح شرشور مغرورا بنفسه. هيا صغير، اتركه وتعالى دلك لي رجلي. هيا. كلا كلا، لن أفعل ذلك، لن أفعل. أيها الغبي، إذا لم تنفذ ما أطلبه فسوف أضربك. لا تستطيع. تعال بسرعة وإلا فسوف أضربك. لا تحاول أن تخيفني بتهديداتك، إن زعيمي هو شرشور فقط، وهو الأقوى في الغابة كلها، مفهوم؟ هذا صحيح. شرشور.
لا تدعني أفقد صبري يا شرشر. هل قلت حقا بأنك الأقوى في الغابة؟ دعني أذهب. ما الذي تفعله؟ هو شأنه. اذهب من هنا يا صغير شرشر. هل قلت بأنك الأقوى في الغابة كلها؟ دعني وشأني أرجوك دعني. أي أبي، هل ستذهب للتزلج ثانية؟ نعم، ولكنك وعدتني بأن تصنع لي زلاجتين، أليس كذلك يا والدي؟ انتظر حتى أنتهي من صنع زلاجات يا سنان أولا. ولكن متى؟ سأصنعها لك اليوم. أنت لا تفي بعهدك دائما يا والدي. سنان، هذا غير صحيح. يمكنك أن تذهب للتزلج، استمتع بوقتك وامرح حيا. أرجوك سنان، أنا لا أمرح هناك، وإنما أنت لا تقول الحقيقة. سنان. دعني آكل قليلا من أرجوك يا شرشر. أرجوك يا شرشر. لا تزعجني يا بدران. حسن، أنت لا ترغب بيها. سأذهب الآن. فعلا، ولكن أنت تابعي. إلى أين ستذهب؟ سترى بنفسك. ما الذي ستفعله؟ سأرمي نفسي. سوف تغرق، لا تفعل ذلك. مع السلامة يا شرشور. أنت غبي، لا تفعل ذلك. بدران، 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 بدران سوف يغرق. هل قلت بدران رمى بنفسه في النهر يا شرشور؟ أسرع، يجب أن تنقذه وإلا غرق. هيا بنا، هيا. قفز من هنا. سوف أنقذه. لا أستطيع رؤيته. عليك أن تذهب أبعد من ذلك يا سنان. حسنا. لا أستطيع رؤيته. بدران. رميت الحجر واختبيت خلف الصخر. يا لك من محتال، لماذا خدعتني؟ لأنك قلت بأنك لا تريدني يا شرشو، فهمت؟ أنا لا أستطيع فهم هذا الشاب الصغير، لماذا لا تذهب خلف شخص آخر؟ ليس لدي أحد. لماذا لا تعتني به يا شرشور؟ أنت تمزح دون شك. إنه يحبك يا شرشور. كلا، إنه لا يحبني. دعني وشأني يا بدران. لماذا لا تأخذه معك يا شرشور؟ فعلا يا شرشور، لماذا لا تأخذونه إن كنتم تحبون مساعدته؟ بدران، لنلعب سوية. لا أريد أن ألعب معك. غريب أمره. ألا تفهم؟ ألا تفهم؟ يبدو أني تخلصت من بدران. كنت أنتظرك. حسنون. انتهيت. مع السلامة، مع السلامة. بالباب. زعبور، إني آسف. لا داعي للاعتذار. إذن لقد سامحتني. ماذا فعلت بالصغير بدران؟ لقد أزعجني كثيرا مما اضطرني إلى ربطه. حقا؟ أين هو الآن؟
لقد هرب بدران، هرب. أليس هنا؟ أمر غريب، ربطته بيدي وتركته هنا وأنا واثق من ذلك. إنه مختبئ هناك. إيه أنت يا صغير بدران، أخرج حالا. لقد تفاجأ، يا له من ثعبان كبير، لا يوجد في غابتنا مثله. لقد قدم بحثا عن الطعام. بحثا عن الطعام؟ لابد أنه قد أكل صغير بدران. صحيح، هذا جائز. والدي، ما الذي تفعله هنا؟ لقد جلبته معي، كان المسكين مربوطا فقطعت وثاقه وجلبته إلى هنا. لقد تبناني يا سنان. أليس كذلك يا والدي؟ نعم نعم، هذا صحيح. هل سمعت يا سنان؟ كل طيفا معه يا سنان، هل سمعتني؟ أنا جائع. حسن، سأجهز العشاء، العب الآن مع سنان إلى أن أنتهي منه. هل حقا سيتبناه والدي؟ هل لديك أم تعيش معكم؟ لا، أنا ووالدي نعيش لوحدنا. حقا؟ ما الخبر؟ لا شيء. يبدو عليك الحزن. لا شيء أبدا، لا شيء. ماذا حدث؟ أشعر بالنعاس. يمكنك الذهاب إلى الفراش. لقد نام يا والدي. ذكرت اسم والدتك. لا تذكر سيرة أمي ولا تتكلم عنها أبدا. خذ والدي كفى يا بدران. كلا، اخرجا من هنا. هذا بيتنا وليس بيتك. لا تكلماني، هيا خرجا من هنا. سنان، هيا لنخرج، سوف يهدأ بعد برة. هو شأنه يا سنان. ما أجمل القمر. والدي، لا أستطيع أن أفهم، ما الذي تفكر به؟ أرجوك يا والدي تكلم معي. لا تنزعج يا بني، لا تنزعج. ما الذي تنوي أن تفعله مع بدران؟ تعال واجلس هنا بجانبي يا سنان. سوف أخذه إلى أمه. هل أمه على قيد الحياة؟ نعم، ولكنه قال بأنه يتيم. ليس صحيحا، عندما سمعته يبكي ويطلب المساعدة كان يقول: ماما، من فعل بك ذلك؟ هل قال ماما يا أبي؟ نعم، ولو لم تكن عنده أم لما قال ذلك بالتأكيد يا سنان. هذا صحيح يا أبي، ولكن لماذا كذب علينا وقال بأنه يتيم؟ لا بد من وجود سبب يدفعه للكذب، ولكن أين كان يعيش من قبل يا ترى؟ لماذا لا تسأله؟ سألته ولكنه لم يجب على سؤالي. أمره غريب.
لقد كانت ليلة أمس مشحونة، والنوم في العراء بين فترة وأخرى متعة. لقد أصابك رشح يا سنان. أنا بخير بخير. سوف أذهب إلى السيدة هالة وأسألها عن والدة بدران، ربما تعرفها. حسن يا والدي، إلى اللقاء. كيف سأدخل إلى البيت الآن؟ عندي فكرة جيدة. لماذا كذبت علي يا بدران؟ أنت لست يتيما كما تدعي. تكلم يا بدران. دعني وشأني، دعني وشأني، أنا أكرهك. لا 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 انتظر. أخ أمسي والدي. هذه هي أم بدران، تعرفت عليها بالصدفة عند السيدة هالة. أين ولدي بدران؟ لقد هرب قبل برهة. ماذا؟ لماذا تقسو على أخيك هكذا يا بدران؟ لأنك تحبينه أكثر مني يا والدتي. أنت غلطان يا بدران، أرجوك لا تكن مشاكسا. لا يهمني، سأترك البيت. لا يا ولدي. بدران، بدران هرب من البيت لأنه اعتقد بأنك لا تحبينه. نعم هذا صحيح. بدران أين أنت؟ بدران، بدران أين كنت طوال هذه الفترة الطويلة؟ قل لي ما الخبر؟ ماما أمي، خذي. بدران، هل رأيت كم تحبك والدتك يا عزيزي؟ نعم كنت على خطأ، أرجوك سامحيني. لا تفعل ذلك ثانية يا بدران، أرجوك. أبي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. لقد تعلم بدران درسا قاسيا بهربه. سنان، كانت عندك أم رائعة. هيا بنا نعيش عمرنا السعيد. صورة أمي، فهمت، كنت ترسم هذه الصورة. كنت أعمل بها خارج البيت لأني أردت أن أفاجئك بها. شكرا جزيلا يا والدي، أرجوك سامحني على ما قلته لك. لا بأس يا بني، أنا أحبك يا والدي. صورة أمي، هذه أمي، صورة أمي. لست معنا، ولكن والدي رائع وأنا أحبه جدا. سالمين نحن هنا.